كانت المباراة هي في صالح المنتخب الوطني، يعني انه مساعد الفريق الوطني انه يكون لاحظ يا صلاح، وانت تتكلم عن نقاط الفريق الوطني المغربي الان والقنطرات الصغيرة احسن من القدم المحلي، المدافع يفعل كل شيء وهجمة خطيرة، هجمة صالح المنتخب كما بك يا كتاب. وعلى النجوم الكبار كيسجل هدف والكره في التسعين، الكره في التسعين بالقدم اليسرى وكيقول عفوا الى غلطت في وضيعت ضربه الجزاء، انا كنسجل هدف كيساوي اكثر من هدفين. شوفوا هدف وهجمه كلها جماليه من محذوفي، المحذوفي عبوب، عبوب رميه جميله، رفع عينه شاف المرمى والكره فين؟ كره في التسعين، رغم قوتك يا فرانك كرامبل من كلك شد هذه الكره، لانه من اقدام لاعب سبق وكان باجاكس امستردام ونجم الدوري الهولندي، وكيقول اليوم انه نجم قدفه في التسعين وكيمثل اللاعبين الكبار. شكرا يا البخاري بعد الهدف، لان حتى